بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم هندسة أمل من قناة جرافيك ديزاينر. النهاردة إن شاء الله هكمل معاكم شرح أوامر 3D أوتوكاد، وهتكلم النهاردة عن أمر فيلت إيدج في البرنامج. عندي في الشريط اللي فوق سوليد، وبعدين عندي هنا سوليد إيديتنج، وهنا فيلت إيدج. تمام، أنا رسمة بوليجن زي ما احنا شايفين كده أهو بالشكل ده. تمام، هاجي هنا عند الواير فريم عشان نظهر زي هنعمله shaded with edges، هندوس عليها كده. تمام، وبعدين هقول له fillet edge، بيقول لي select في الكوماند تحت select an edge or chain loop radius. انا بحدد الradius، هدوس على الradius الاول واخليه واحد زي ما هو. تمام، وبعدين ادوس انتر، وبعدين اختار الايدج اللي انا عايزه اعمل له فيلت. فانا مثلا عايزه الايدج ده كده، اي ايدج انا عايزاه، فمثلا ده كده شايفين بيعمل لي فيلت ليه بريديوس واحد اهو بالشكل ده زي ما احنا شايفين. اي ايدج انا عايزاه بيعمله لي زي ما احنا شايفين كده. وبعدين لما بخلص خالص بدوس بيمين الماوس انتر. هنا ممكن اني اغير الريديوس لو انا عايزاه، فبدوس على الريديوس واغيره. فانا مثلا مش عايزاه واحد، عايزاه مثلا واحد ونص، بيكبر معايا زي ما احنا شايفين كده. يعني ممكن اغير الريديوس بعد ما بعمل الفيلت. وبعدين خلاص انا عايزاه كده، باجي ادوس بيمين الماوس وادوس انتر، عمله لي زي ما احنا شايفين كده. لو جيت قلت له شادد من غير الايدج اهي ظهر لي اتعمل له ايدج شكله عامل ازاي، والتاني بالشكل ده كده. يبقى ده اول حاجه. طيب لو انا جيت قلت له اندو، رجعنا تاني، وبعدين رجعت لشادد ويز ايدج، واروح على فيلت ايدج وادوس على الامر بالشكل ده كده، واجي اقول له من تحت هنا لوب. تمام، واختار بقى الايدج اللي انا عايزاه. فانا مثلا هدوس هنا بيظهر لي الجزء ده كله، شايفين الايدج اللي هي بالازرق ده هو ده اللي محددها. طيب انا لو عايزه دي خلاص بقول له اكسبت. طب لو مش عايزاها باجي اقول له نيكست، فبيديني اللي جنبها. لو مش عايزاها بقول له نيكست، بيرجعني تاني لدي. طيب انا خلاص هي دي اللي انا هعملها، فانا هاجي اقول له اكسبت، عمل لي ايدج ليها بالشكل ده. طب انا عايزه اغير الريديوس، برضه هدوس على الريديوس هنا واقول له مثلا اعمله لي 2، وادوس كده طلع كبير، فانا هقول له ريديوس مثلا 1.5. تمام اهو، وبعدين ادوس بيمين الماوس انتر، وبعدين تاني بيمين الماوس انتر، اهي ظهرت لي بالشكل ده كده. هاجي اقول له شيدد، اهي شايفين اتعملت كده، يبقى خد اكتر من ايدج مع بعض. لو جيت بقى لاخر حاجه هاجي ارسم بوكس بالشكل ده كده مثلا. تمام، وجيت اهو البوكس قدامي، وجيت عملت له شيدد ويز ايدجز، وجيت رحت على فيلت ايدج وعملت فيلت لي الايدج ده كده او ده عشان تبان اهو، عمل لي فيلت ليه. تمام، ودوس بيمين الماوس انتر وبعدين انتر، يبقى انا عملت فيلت عادي. طب انا عايزه بقى اعمل تشين، هقول له فيلت ايدج واختار تشين، واختار الفيلت اللي اتعملت للايدج ده اهو، اختار ده كده شايفين خدها بالشكل ده، عمل فيلت تحت هنا وفيلت هنا لما انا عملتها. تمام، بعد ما اخلص خالص بدوس بيمين الماوس انتر، ممكن برضو اغير في الريديوس مش عايزه بدوس بيمين الماوس انتر، عملها لي بالشكل اللي احنا شايفينه ده. يبقى ده امر تشين. يبقى احنا النهارده اتعلمنا امر فيلت ايدج في برنامج الاوتوكاد. كده انا خلصت الدرس بتاعنا النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا منه. اذا استفدتوا منه ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب من اسفل الفيديو، وتفعيل الجرس علشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.